فتحت بعض المؤسسات التربوية أبوابها أمام تلاميذ الأقسام النهائية الثانوية والمتوسط لتقديم دروس الدعم في بعض المواد الأساسية كالرياضيات، العلوم، الفيزياء واللغات الأجنبية. التلاميذ استحسنوا الأمر مؤكدين أن هذه الدروس ستسمح لهم بالاستيعاب أكثر للعلم، أن هذه الدروس ليست إجبارية وستخص الأسبوع الأول من العطلة فقط. بالي واحد يجي، اللي حاب يجي يجي، اللي ما حبش يجي ما يجيش. وكشي تزيد تقراي تفهمي بزاف حوايج لي لونك هكايا. شنو المواد اللي قريتوهم اللي راحين تقراوهم هاد السمانه؟ مات، عربيه، فرنسي، فيزيك، تاريخ وجغرافيا، انجلي. كان نزيدو نقراو جميع المواد، سورتو يركزون على المواد الاساسيه باش نبازيو فيهم باسكو المعامل تاعهم طالع. لا باسكو حنا والفنا، باسكو شغل ما عندناش بزاف ملي مازال ما عندناش بزاف ملي دخلنا زعما عطله ولا غير كيما كنا نقراو دوك مازالنا نقراو. انا دايرين في بالنا بلي انا نديرو تمارين للبيام، هذا ما كان ما امشي كامل هاد السمانه حتى نهار ثلاثه. نهار ثلاثه تسمى الاربعاء والخميس ما نقراش، هذا ما كان نقراو غير صباح شغل 8 11 ونص. مليحه باش نستفادوا من شيوخ زعما يقولوا لنا ما تفهمتوش حاجه، نقولوا لهم مش ماناش فاهمين ويعاودوا لنا الدروس. جاو تلاميذ؟ كاين اللي جاو كاين اللي ما جاوش. ماشي اجباري. ماشي اجباري عليك، اللي ماهوش فاهم حاجه ولا يجي.